الرسم اللي موجود قدامكم بيوضح عملية البروجرس بتاعت عملية الايون اكسشينج اللي في الرسم 4 A و B و C و D بالاختلاف مع التايم. طبعا في كل رسمة فيهم العمود اللي فيه اللي هيتحط فيه الايون اكسشينج ماتيريال. عشان اعبر بالرسم عن اللي حصل هفترض ان الايون اكسشينج ماتيريال لما كانت في الصوديوم فورم هسميها ان اي زد، يعني زيولايت او ايون اكسشينج ماتيريال، كله ايه، كله صوديوم. لما اعمل تقشير مخالف عكسه يبقى هذه الطبقة تحولت الى بدل زيولايت شايل معاه صوديوم بقى معاه كالسيوم ومغنيسيوم. تعالى عند الزيرو تايم، انا بحط فوق اي ميه فيها كالسيوم كلورايد ومغنيسيوم كلورايد، بدات في البدايه لسه كل الماتيريال بتاعتي زيولايت او ايون اكسشينج ماتيريال في الصوديوم فورم، وعندها الطاقه العاليه تشيل، وبالتالي عمالة هتقدر تشيل الايه الكالسيوم والمغنيسيوم، وتلاقي المية اللي طالعة كلها ما فيش غير صوديوم كلورايد اللي هي نتيجة عملية الايون اكسشينج. بعد فترة بالرسم التعبير اكيد الطبقات العلوية اللي ممثلة بتقشير مخالف تحولت الى كالسيوم زيولايت ومغنيسيوم ايه زيولايت، اما الطبقات السفليه ما زالت في صوره الصوديوم زيولايت ولسه برضو عمال يشيل والميه اللي خارجه فيها صوديوم كلورايد. بعد فتره زمنيه اكتر ملاحظين ان طبقه الكالسيوم زيولايت اللي محمل بالكالسيوم والمغنيسيوم زادت عن الاول خالص، و الطبقة اللي فاضلة من الزيولايت اللي شايل الصوديوم قليلة جدا، يعني قرب ايه الكباست بتاعته خلاص ايه تنتهي. وعشان كده المية اللي نازل فيها صحيح صوديوم كلورايد لكن بدأ يظهر فيها مغنيسيوم كلورايد وشوية كالسيوم كلورايد. في الحالة دي ببتدي ايه ابطل وابتدي اعمل ريجنريشن. بعمل ريجنريشن بايه؟ عاوز ارجعه زي ما كان، ارجع كله الى زيولايت في الصوديوم فورم، امرر صوديوم كلورايد. بصوا كده، يبقى النمره 4 اللي هي دي عمليه بتمثل عمليه الريجنريشن، ودي فترة مش كبيرة بمر فوق اهو بمحطوط صوديوم كلورايد، فبدأت الطبقات الفوقانية تتحول الى ترجع تاني للايه للزيولايت في صوديوم فورم، لكن ما زالت الطبقات التحتانية في المغنيسيوم والكالسيوم. ولو طولت الوقت الطبقات اللي هي في الكالسيوم والمغنيسيوم فورم هبص لقيها خلاص ما فيش وكله رجع للأصل، ممكن استخدمه تاني. طبعا المية اللي ناتجة مش هستخدمها بقى، دي مية مليانة بقى ايه في فترة الريجنريشن، كالسيوم كلورايد ومغنيسيوم كلورايد، اعمل لها عملية صرف او غيره. دي المراحل المختلفة احنا مثلناها باربع اجزاء، لكن انت ممكن تمثلها بعدد اكتر. المهم التمثيل يكون كالآتي، ان طبقة الصوديوم الزيولايت في الصوديوم فورم بتقل تدريجيا في عملية اللي هي التشغيل، وكفاية الرسم الأخراني بيمثل عملية الريجنريشن. ما هي المعادلات اللي بتمثل الريجنريشن؟ موجودة عندكم في الصفحة اللي بعديها. ادي الايون اكسشينج ماتيريال في الكالسيوم فورم او في المغنيسيوم فورم، عملته بالصوديوم كلورايد رجع تاني للايون اكسشينج ماتيريال او ار محمل بالايه
بالصوديوم والكالسيوم كلورايد والمغنيسيوم كلورايد انطردهم خلاص من الميه. السؤال دلوقتي يقول ها ازاي عمليه الريجينيشن ديت بتبقى بتاخد وقت قليل، وهل الاكسجين ماتيريال ده خد الكالسيوم والمغنيسيوم يعني فضلهم وطرد صوتهم، ليه تاني خد الايه الصوديوم وطرد الكالسيوم والمغنيسيوم طالما فضل في الاول الكالسيوم وخدهم والمغنيسيوم؟ الرد سهل جدا، لان في عمليه السوفتنينج بتبقى الميه اللي داخله فيها يدوبك بارتس بالمليون ها كالسيوم ومغنيسيوم ماشي. اما في عمليه الريجينريشن بعمل هجوم بايه؟ بميه فيها صوديوم كلورايد بتركيزات عاليه، مش حكايه بارتس بالمليون، بتركيزات عاليه ممكن توصل للساتوريشن. فطبعا ها زي ما بيقولوا ايه الكتره تغلب، فهتبتدي الصوديوم كلورايد او الصوديوم ايون يغلب ويبتدي يطرد ويخلي العمليه تمشي في الريفرس اكشن ويطرد الكالسيوم والمغنيسيوم.